اللي كتقلب على المورد ها هو اختي كاين في اكسيون والثمن اللي هو رخيص. هذا اختي كديري به الوصفه الطبيعيه واعر. كناخذو انا دائما من اكسيون. عندك اختي هذا المورد وعندك اختي هذا لو جيل هذا ديال الوجه باش كتغسلوا الوجه ديالكم مخدوم بالمورد. هذا اختي غسلي به الوجه ديالك وهذا ديريه وصفه طبيعيه. ولكن كنتي بغيتي اختي الوصفه الطبيعيه خليها ليا في الكومونتير ونقول لك اختي كيفاش كتستعمليهم وشي حاجه زوينه. هادو هما الكيسان اللي خديت معكم من اكسيون اللي دايرين واحد الضجه كبيره. انا اختي خليته بالتيكي ديالو باش تعرفيه 99 سنتيم. طبخي فيه اختي الماء ديري فيه الحليب وباش كيعجبك الايد ديالو ما كتسخن ما حتى شي حاجه. هنايا نتوما البنات راه مشعل عليه غير ناقصه خفتو الحليب يفيض 99 سنتيم. رجعت اليوم ما لقيتهمش البنات خديتهم المره اللي فاتت. والله يا البنات الا فريمون شي حاجه واعره ما غتندموش عليها من اكسيون. هاد الصابونه هادي في الماء كيجيبوها هنا في اكسيون كطير واعره واعره البنات. وشوفوا لي الثمن ديالها عرفتوا المفعول ديالها راه شي حاجه واعره. هادي اختي تحكيها وغسلي بها اختي حكيها وغسلي بها اختي السبرديلات الصبابط حكي بها الماعن شي حاجه فنه. بزاف البنات اللي كانوا سولوني على هاد لاباري ديال لاطونسيون اللي كنت خديت من ليدل. انا راه كنت خديتها البنات من ليدل وهاي لقيتها اليوم في اكسيون والكاليتي ديالها واعره. هادي خذوها البنات على حسابي ما تندموش. وشوفوا لي الثمن ديالها غير 16.95 غير كيحطوه هنا في اكسيون كيطير. هاد الكوماج هذا ديال الجسم واعر البنات ديال لو كور واعر واعر واعر. كنت صورته لكم واحد المره وبزاف البنات كيجيو يقلبوا عليه. ها هو اختي لقيته اليوم. هذا اختي كديري كوماج لو كور ديالك ديري ليه غير 2.12 هنايا في اكسيون. فولي الجديد ديال اكسيون جاب لكم هاد القريعات هادو الزوينين ديال لي بات. ديروا فيهم لي بات ديروا فيهم اي حاجه ديال الدجاج واعرين البنات. شوفوا لي الثمن ديالهم شحال البنات. هادو هما المشتريات ديالي. هاد البارفان اللي قلت لكم عليها هي خديتها. هذا خديته لبنتي باش تبرك لي هكا الشعر ديال هاد الكريمه هادي اللي زوينه. ها هو اختي الكوماج ديال القهوه راني زدت منه خديت منه المره اللي فاتت وزدت منه. بالنسبه للمقاد ديال الاظافير غيبقى لكم غير 99 سنتيمتر البنات. هادشي اول مره كنلقى هاد لي طابي هادو زوينين هنايا في اكسيون البنات. كتحطوا عليهم لابلاك باش ما تحرقش لكم يعني الا كنتوا حاطينها فوق شي حاجه باش ما يتحرقش لكم. زوينين ديال السيليكون هادو راه جابوهم. شوفوا لي الثمن ديالهم شحال غير €69. الا كان شعرك بوكلي ولا شعر بنياتك بوكلي خذي لي هاد الكريم هادي هنايا في اكسيون ما كتبقاش البنات كطير. ماشي بزاف باش جابوها شي حاجه اللي زوينه هنايا في اكسيون البنات كيبقى لكم الشعر ديالكم بوكلي. جيت كنجري هنا لاكسيون على قبل هاد لي بارفان هادو. هاد لي بارفان صيفطوهم ليا من المغرب قالوا لي اسماء سيري شوفي لنا هاد الروايح هادو هنايا في اكسيون راه شي حاجه زوينه. عرفتوا البنات الميتاسيون ديال دي كرون مارك اللي الثمن ديالهم دايرين غاليين في لي ماكازا يعني ديال لي مارك. السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم اشخباركم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا لاكسيون ان شاء الله غادي نضربوا دوره ونشوفوا شنو كاين في الجديد. وراكم عارفين اكسيون دائما الجديد. بصراحه البنات اول حاجه بغيت ندير لكم بها حيت فريمون في الما كيجيبوها هنا في اكسيون كطيره كنت شاركت معكم وخذتها الاخت ديالي وبزاف البنات اللي كانوا كيجيو قلبوا عليها وما كيلقاوهاش. هاد الايطاجير هادي هاد الايطاجير واعره 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 يا البنات زوينه. انا بصراحه كيتحب ليا غير صغيره فاش مشيت عند اختي ولقيتها دايراها واحد ديباغا كبيره وعرفتو غونجات ليها كلشي كلشي. الا عندك بحال هكا ديباغا ولا عندك بحال هكا البالكون لا تيغاس وبغيتي تغونجي يعني عندك بلاصه خاويه ديري في هاد الايطاجير هادي وغونجي فيها. والله يا البنات الا زوينه هما رايح كيحطوها كطير. لقيتها دابا قلت غنبدا لكم بها هي الاولى ديري ليها 29.95 البنات. راه عرفتو راه كبيره شوفوا الطول ديالها راه فيه قريب 2 متر يعني متر 83. البنات اللي غادي يسولوني على اكسيون هذا اللي جيت لي اليوم ديال تي فيلاج كيحل دائما تيحل البنات ديمونش الاحد ودوما غادي تسولوني واش يعني انا غنحط لكم الفيديو لاندي انا البنات الاثنين غنحط لكم الفيديو. راه مسدود اكسيون يعني راه فيرمي. دابا انا جيت خاصني شي حاجه غتشوفوا معايا شنو غادي ناخذ وقلت غندير لكم هذا الفيديو يعني فين ما كنمشي كنديكم معايا. البنات حاطين غادي نطيح خصكم اسماء غادي تطيح من اللور بركس مقرده على إيه على رجليا. حاطين عاوتاني هادي البنات زوينه الصراحه. هادي ديروا فيها هكا بالنسبه لتحطوها في الكوزينه ديروا فيها هكا القريعات دي عندك شي بلاصه هكا تقدري تحطي فيها وتغونجي فيها كتجيب الدرجات ديالها. بصح بصراحه الثمن ديالها ما لقيتوش البنات. هادي راه قلت لكم الثمن هادي راه زوينه البنات الثمن ديالها لقيته ولكن هادي لو بري ديالها اي با افيشي. جيت اختي نيشان البلاصه ديال الاواني الماعنه اختي نقلب على الكيسان عرفتي البنات تهرس ليا واحد خديت هذيك النهار 6 وتهرس ليا واحد وبقى فيا. جيت كنقلب عليهم ما لقيتهمش اختي ما كاينينش اختي وتقولي ريحتهم ما تشمش. عرفتوا البنات الكيسان زوينين راه غادي ان شاء الله نشاركوا معكم كتطيبي فيهم فوق العافيه زوينين انا عجبوني. بون البنات لقيت هاد القريعات جداد اول مره تلقى هاد الموديلات هادو دير ليهم 2 اورو و 49 دير ليهم 2 اورو 49 قريعات ديروا فيهم هكا لي بات هادو
زوين يديروا فيهم لي بات يديروا فيهم اي حاجه. اول مره تلقى هذا الموديل. بالنسبه للقراعي هنا في اكسيون راه مرخص البنات. هادو راه قلت لكم جوج اورو 49. هادو تما راه ماشي بزاف جابوهم هكا ديروا فيهم اي حاجه بغيتوا تحطوا فيهم لا سلطه فخوي اي حاجه جوج اورو 99. هادو راه عاودوا جابوهم هادو راه زوينين البنات اورو 99 داير لي غير انو 99. قلت لكم كنقلب على الكيسان ما لقيتهمش. بالنسبه لهذا الشيء ديال لي بيبي البنات راه عندهم هنايا اي حاجه بغيتي. هذا الشيء ديال البيبي راه كاين لي بيبي راه كاين هنايا في اكسيون. شو البنات هادو زوينين هادو راه كنت بارطاجيتهم معكم ديال التربيحه ولا هكا زوينين هادو. بالنسبه للبنات اللي سولوني على لاباغي ديال لاطونسيون ها هي اختي كاينه هنايا في اكسيون راه دايره ليها 16 اورو 95 اللي كنت بارطاجيت معكم في ليدل. ها هي حاطينها هنايا البنات دايره ليها زوينه هذه بصراحه ننصحكم عليها. هذه كتقدري تعبري كديري في الدراع ديالك وكتعطيك التحقيق وكل شيء. البنات جيت كنقلب على البيجامات ديال مبرا اللي كنت صورت لكم في المره اللي فاتت فاش كانوا دايروا لا بروموسيون ميركودي لقيتهم ما كاينينش ما بقاوش. هنايا تحطوا دائما لا بروموسيون. بالنسبه لهاد الزليفات هادو راه مازال حاطينهم البنات اون بروموسيون. هانتوما خصكم اسماء شنو خدات. خديت هاد المقيسات ديال الضفران وخديت هاد القماش ديال القهوه. شوفوا البنات غنصور لكم هاد الصابونه هذه بغيت نبارطاجها معكم. الا كان عندكم شي ليطاش ولا هذا تقدري تحكيها وتوصلي بها حتى السبر ديالك لي باسكيت الاحذيه. زوينه هاد الصابونه هذه والله الا البنات الا زوينه توصلي بها حتى للمواعن. راه توصلي بها حتى للمواعن وكاين حتى البرودوي ديالها. هو البرودوي لقيتهم جابوا هاد لي باني هادو راه البنات فيهم اربعه فيهم وحده صغيره وحده كبيره وجوج صغار واعرين. هادو راه الكاليتي ديالهم زوينه. كتقدروا تحيدوا هاد الثوب هذا تصبنوا وتعاودوا ترجعوا. كاين في هاد اللون في الكحل وكاين في هاد اللون هذا البنات في هذا كاين هاد اللون هذا في البهج. شوف لهم جوج كلمات دير لهم 16 اورو 32 فيهم اربعه واعرين البنات. هما حاطينهم هنا بحال هكا ديال القصب. هنايا البنات غادي ان شاء الله نشارك معكم هاد لي بارفان هادو. هاد لي بارفان بصراحه صيفطوهم ليا من المغرب بحكم انا كندير لكم فيديوهات هنايا في اكسيون. صيفطوهم ليا من المغرب جاو ليا اسماء. شوفي لينا هاد الروايح هادو راه يعني في المكازا غاليين. بون هادو الميطاسيون ديالهم باش نكونوا صريحين يعني باش نكون صريحه معكم البنات هادو غير الميطاسيون ديالهم. كاين هاد الاورونج وكاين هاد الغوز هادي واعري البنات. المكازا اللي كيبيعوا يعني بسيفورا نوسيبي يعني لي مكازا اللي كيبيعوا لي مارك ديال الريح. هي البنات في اكسيون وكاين هذه اللي كنت صورت لكم اللي بارطاج معكم حتى هي ريحتها غزاله يا البنات. الريح فنين هنا في اكسيون. كاينه هذه اللي يلاه جابوها ماشي بزاف البنات حتى هي زوينه حتى هي تيتكلموا عليها غزاله. يلاه حطوها دايره 11.95 بغيت نقول لكم انه دايره 11 اورو 95 هذه البنات. ها هي الصابونيه اللي كنت بارطاجيت معكم. ها هي البنات راه كتبقى ما كتبقاش هنا يعني كطير ولكن بقيت عي واحد الكميه قليله منها. هادي وهادي راه زوينين بالنسبه للوجه. فين ما اختي غادي نجي غنبقى نبارطاجيهم معكم. البنات اللي ما شافوش الفيديو اللي حطيت لكم هادي اختي البنات اللي غيشوفوا الفيديو لاول مره هادي يعني اللي عندها يعني التصبغات في الوجه ديالها عندها ليطاش فيها 98 دوريجين 98% دوريجين ناتورال. زوينه البنات راه دايرين ليها غير اورو شي حاجه يعني ماشي هذا هو الثمن ديالها. هذا الثمن ديال الاخرى يعني هذه داير لها شي انغو ديزناف بحال هكا. كاينه هذه وكاينه هذه مخدومه بارغان. بزاف البنات اللي شكروا لي هاد لي ماسك هادو فاش كنت بارطاجيتهم معكم واعرين. هادو لي ماسك اختي ديال الوجه عرفتوا قالوا لي اخوات بزاف قالوا لي اسماء زوينين هاد لي ماسك هادو غزالين. كاين هادو وكاين هذا اللي مخدوم بالالويفيرا. والبنات هما عاودوا جابوا هاد الماسك ديال شاربون اللي زوين هنايا راه اختي طاير هنا في اكسيون ما تيبقاش البنات. لي ماسك عندهم هنايا ما تيبقاوش. عرفتوا الماسك قهوه ديال القهوه عرفتوا نتحب لي كمل. قلت صافي راه ما بقاش. ها هو جابوه هنايا كتبان لي لومبالاج ديالو يعني مختلفه. قماش فيزاج كافي اورو 95 البنات راه ما تيبقاش. انتم راه خوات انا نتحب لي ما كاينش. كاين عاوتاني هذا الزيت كياخذوا فيه بزاف البنات. هاد السيده هذه خدات هاد الفيتامين قالت لي اونتي اج زوين. وزافي ديجا ايسي داكوغ خدات هذا وخدات هذا ايسوي لا فيتامين سي داكوغ. هذا قالت مزيان بوغ لو فيزاج. هادو بجوج البنات شي حاجه زوينه قالت لي ميرسي بوكو مدام. بون انا كنشوف شي وحده هزت شي حاجه كنسولها قالت لي هاد السيده راه مزيانين هادو الوجه يعني هذاك فيتامين سي. هما ما بقاوش البنات راه وريتهم لكم دابا ديروا لهم سكرين. قالت لي السيده زوينين قالت لي كتاخذهم هنايا. بالنسبه لي ماسك هنا راه شوفوا البنات هانتوما عندهم لي ماسك غزالين. هذا داير لي 95 سنتيم. انا شي حاجه كنكون مجربه تنقول لكم البنات راه مجربه شي حاجه مجرباش مجرباش. هذه كتحطوا فيها لا بلاك راه حقيتها من الجهه الاخرى البنات. اول مره تلقاها يعني بحال كتكوني كتصيبي في شعرك ولا هذا كتحطي فوق منها لا بلاك باش ما تحرقش لك يعني الا كنتي حاطه على شي حاجه باش ما تحرقش لك. انا غنقول لكم الثمن ديالها. ها هي البنات ديري ليها
هي الطابي النغو 69 هي دير لها اورو 69 ها هي هنايا. والبنات هنايا كما كتشوفوا لي ماسك بون هذا بالنسبه لهذا البرودوي الزوين غناخذوا دابا غناخذوا البنتي كاين هذا وكاين هذا هذا هو البرودوي البنات هذا حتى هو زوين ولكن انا غناخذ لبنتي هذا هذا زوين البنات هذه كريم ديال لا كان شعرك هكا بوكلي ولا شعر بنياتك بوكلي كياخذوها الناس بزاف من هنايا من الاكسيون البنات زوينه هذه الكريم هذه مخدومه بالالوي فيرا البنات هذه مخدومه بالالوي فيرا بي 5 الوي فيرا البنات شي حاجه زوينه كدير لكم يعني الفوليم هكا للشعر غزاله هذه بالنسبه لهكا للشعر ديال بوكلاج يعني باش تكريبيو هكا الشعر ديالكم هما عاودوا جابوا هذه الكريم هذه ديال اركان حيت هذا الشيء راه لي برودوي البنات كيطيروا هنايا في هذا اكسيون البنات راه اكسيون راه مسدود اليوم راه كاين حفله يعني انا صورت لكم قبل يعني باش تعرفوا هنايا كما كتشوفوا الباندات وهادشي الفيديلات ديال الوليدات راه رخيص هنايا في اكسيون البنات ها انتم راه غير اورو 99 سنتيم الباندات حتى هما رخاص يعني فريمون راه شي حاجه زوينه كيكونوا رخاص لقيتهم عاودوا جابوا هاد لوجيل هذا هاد لوجيل هذا ديال مخدوم بالموارد البنات زوين هاد لوجيل هذا بصراحه ما كتلقايش دائما مره هو والماورد ها هو الماورد ديالو شتو هذا البنات راه زوين هذا الماورد وهذا لوجيل هذا البنات باش توصلوا الوجه ديالكم هذه الوجه ديالك زوين هذا هذا تكتبي به الوجه ديالك وهذا ديري به اختي الوصفات الطبيعيه ديال هكا هذا راه الماورد شوف البنات هنايا اختي الا كنتي غاده يعني كنتي غاده هكا معروضه ولا غاده لشي بلاصه بغيتي تلصقي ليا الشفران هادو راه زوينين بزاف البنات اللي تكلموا عليهم قالوا لي اسماء راه زوينين هذا يعني الشفران كتلصقهم بعد كتحيدهم دير ليهم جوج الاورو و 99 هنا البنات اكسيون راه فيه كلشي والله حتى كدوخي راه اي حاجه بغيتي كتلقاي ما كدوخيش وحق الله العكوره اللي كنتو حقا سولوني بزاف البنات على هاد العكوره هادو قالوا لي اسماء واش زوينين انا ما جربتهمش انا باش نقول لكم نكون معكم صريحه انا ما جربتهمش يلا البنات اللي جربوهم خليو لي في التعليق انا ما نقدرش نقول لكم شي حاجه ونكذب عليكم والله كيشهد عليا اختي هذه خدمتي البنات ما قلتش لكم الثمن ديال هذا بالنسبه لهذا الثمن ديالو اورو 59 وهذا الثمن ديالو اورو 79 شوفوا لي اختي الكريم ديال حلازو اللي كنت بارطاجيت معكم ديال وجه زوينه البنات هانتوما بقات غير وحده هي اللي كاينه حاطينها هنايا بزاف البنات اللي عجبهم هذا الكوماج هذا كوماج اختي زوين هذا ديال نوات كوكو البنات غزال 2 اورو و 12 هو اختي جابوه كوماج غزال يا البنات هانتوما راه تيطير ما تيبقاش هذا وجابوا لكم اختي هذا لوجيل ديال الالوي فيرا هانتوما البنات لوجيل ديال الالوي فيرا راه واعر وهنايا البنات جيت للدار وبغيت نشارك معكم هاد الكيسه اللي خديت من الاكسيون ب 99 سنتيم راكم شفتوا معايا الفيديو ما بقيتش لقيتهم البنات حيت كيحطوهم كيطيروا يعني كان تهرس ليا واحد كنت بغيت نزيد هانتوما شتو معايا بعينيكم وهنايا باش كيعجبك البنات هانتوما تقدروا تهزوه يعني اليد ديالو ما سخونه ما حتى شي حاجه هانتوما كتشوفوا معايا كيطبخ انا ناقصه عليه هنايا حيت فاض ليا الحليب انا خليتهم بهادي ديالتهم باش تعرفوهم هانتي اختي خليتهم بهادي ديالتهم بهاد التيكيته ديالتهم باش تعرفوهم هما هادو اختي 99 سنتيم الا لقيتهم في اكسيون اللي حداكم غير خذوهم البنات 99 سنتيم غزالين صدقوا واعرين وكما قلت لكم الايد ديالهم راه ما كتسخن ما حتى شي حاجه فوالا نتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم ما تبخلوش على خصكم اسماء باللايك والبارطاج حيت واحد الاخت قالت لي لا اختي راه ما تيديروش فوق الكازا انت اختي شتي معايا كيطبخ ما تهرس ما وقع ليه حتى شي حاجه بارطاجيو البنات هذا الفيديو هذا باش تعم فائده وخليت لكم راحه الله والسلام عليكم.